أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. المزيد مع مراسلة أكسترا نيوز شيرين مجدي. بالفعل أدى طلاب الثانوية العامة امتحانهم اليوم في مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تشمل إحدى هذه اللغات الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والصينية، وكذلك امتحانهم في مادة التربية الوطنية، حيث بدأ الامتحان يعني الخاص باللغة الأجنبية الثانية في تمام 9 صباحا وانتهى في تمام 11 صباحا، ومنح الطلاب نصف ساعة راحة واستأنفوا امتحان التربية الوطنية في تمام 11:30 وأنهوا امتحانهم في تمام 1 ظهرا. بذلك يكون طلاب الثانوية العامة شعبتين الأدبية وعلم علوم أنهوا ماراثون الثانوية العامة، فيما يتبقى شعبة علم رياضة والمقرر أن تنهي ماراثون الثانوية العامة يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو، وذلك بأداء مادة الجبر والهندسة الفراغية. بسؤال الطلاب عقب الامتحان أكدوا لنا سهولة الامتحان في جميع اللغات المختلفة، يعني الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لم يكن هناك أي صعوبة في أي من الأسئلة في كلا الامتحانين، يعني فرحة عارمة من جانب الطلاب بانتهاء ماراثون الثانوية العامة. أما بخصوص يعني الحالة الأمنية في محيط اللجان، فرصدنا كان هناك عدد من الدوريات الأمنية في محيط اللجان على مدار الساعة لضمان الأمن والسلامة في محيط لجان سير الامتحانات. كذلك أيضا بكل لجنة كان يوجد 5 أفراد بكل منهم يحمل عصا إلكترونية للتأكد من عدم حيازة الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية من شأنها تسهيل عملية الغش. كان يعني في حال حيازة الطلاب لأي من هذه الأجهزة بيعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان والسجن وغرامة مالية. كذلك أيضا بيوجد غرف متابعة بكل إدارة تعليمية بيتم ربطها يعني مديرية التربية والتعليم المختلفة بكل محافظة لمتابعة سير الامتحان ويعني التدخل في حال وجود أي مشكلة، يعني حالة من السعادة والابتهاج من جانب طلاب الثانوية العامة عقب انتهائهم من هذا الماراثون لعام 2019. ربما هذه هي الصورة لدينا، وبالعودة إليكم مرة أخرى.